عيون المها، 7 كوب دقيق، 3 ارباع كوب سميد ناعم، 1.25 كوب جوز هند، 3 ارباع كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، رشة صغيرة ملح، 3 كوب زبدة لينة، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 3 حبة كبيرة بيض للتلميع، 2 حبة كبيرة صفار البيض، وربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وللتزيين فستق حلبي مقطع أنصاف. أعزائي المشاهدين، طبق الحلو اللي حنعمله اليوم طبق لطيف جدا، يعني يعتبر من مجموعة الغريبة والمعمول والبسكوتات والبوتيفورات، اسمه عيون المها. يمكن في ناس بيحبوه ومجربينه قبل، في ناس يمكن ما صدفة تجربوه، ففرصة نستعرضه سوا في الحلقة. بعد إذنك كريم أنا حفتح الدرج وتعطيني لو سمحتي الميجرين كابس من هناك عشان نعير مقدار الطحين. أنا عايز الكاب الكبير اللي هو 1 كاب. أوكي حبيبتي، شكرا. كل هالمكونات أنا ححطها في وعاء الخلاط، هخليه جنبي. يبقى حنحتاج 7 كوب من الطحين. أعزائي المشاهدين، أرجو أنكم أخذتوا بالكم من ملاحظة أني أنا عم بمسح الكب بهذا الشكل عشان يبقى عندي طبعا المكيال متساوي. يبقى عندنا 7 كوب من الطحين، وحنبتدي نضيف بقية المكونات، الجوز الهند كله على بعضه، ما تشيلوا بالكم أبدا في هذه الوصفة. السميد الناعم، من فضلك أعطيني السكر، السكر الناعم البودرة، ومن فضلك أعطيني الزبدة. الزبدة زي ما اتفقنا لينة في درجة الحرارة العادية، يعني بضغط عليها بالشكل هذا بتبقى تعطيني هيك علامة مش سايحة. خلوا بالكم برضو بعض الأخوات بيسألوني، منال هل في تفرق معنا في الوصفة إذا كانت الزبدة لينة أو مذابة طبعا أو متلجة؟ طبعا بتفرق كتير كتير، أرجوكم حسب المعلومات اللي إحنا بنذكرها في الوصفة إنكم تكونوا مخليين بالكم منها. هنحتاج هلأ 3 بيضات، ريم من فضلك تعطينا طبق صغير عشان نكسر فيه البيض. في عندك في الدرج طبق زغنطوط، اوكي ممكن نكسر في الكاسه. حلوه فكره ريم، لطيفه، بيمشي الحال. يبقى حنكسر بيضه بيضه زي ما قلنا، كل هالمكونات مع بعضها. ممكن ريم انت تكسري لي اياهم، وانا حبتدي اجهز مكاييل. شاطره، اوكي واحدة كمان. يبقى 3 بيضات عندنا، على مهلك حبيبي، على مهلك، شوي شوي. شكرا يا حبيبتي، شكرا يا ريم. حطينا 3 بيضات، وبرضه طبعا انا هلا هخلي هذا هون عشان بدنا ناخذ صفار البيض، بس مش هنحطه هلا، احنا حنحتاج هلا اعزائي المشاهدين نحط المادة الرافعة اللي حنستعملها في هذه الوصفة. بعد اذنك يا حبيبتي، هحتاج ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وزي ما قلنا احنا عندنا مكيال 7 كوبايات من الطحين، فبنحتاج كميه كبيره من البيكنج باودر. وححتاج 3 ارباع ملعقه من البيكربونات، 3 ارباع الملعقه يعني بناخذ معلقه صغيره، بتعرف الحسابات هذه؟ ناخذ النص والربع، شو رايك؟ نص ملعقه صغيره وربع ملعقه صغيره، بيصيروا عندنا 3 ارباع ملعقه من البيكربونات الصودا. وبرضو أرجوكم تخلوا بالكم أني أنا عم بمسح المعلقة بهذا الشكل تبقى مستوية بهذه الطريقة. وعندنا هون الربع، لازم يا ريم نعمل هذه الخطوة عشان يكون مكيالنا مزبوط، صح؟ من فضلك وديهم هناك. وححتاج رشة ملح، والمكونات تاعتنا أصبحت جاهزة، ححطها هلأ بعد إذنك كريم في ابريق، اقصد في وعاء الخلاط. حطينا كل مكونات، وحثبت مضرب العجين وابتدي اشغل على سرعه بطيئه، واثناء ذلك حضيف ملعقه من الفانيليا. هلا يا ريم حبيبتي بدنا كل هالاشياء هذه نشيلها نحطها ورانا هون عشان نحضر مكان للشغل. هنحتاج صينية فرن قصيرة الحافة
أي صينية ممكن أنا أستعملها، هخليها جنبي قريبة. وحنحتاج طبق صغير، ممكن تعطيني طبق صغير يا حبيبتي عشان إحنا بدنا نحضر هلأ خليط التلميع. هحتاج 2 صفار بيضة، طبعا هذا المقدار على حسب قطع الحلو اللي عم تطلع عندي. إذا ممكن تحطوا واحدة، إذا مش الحال حتكسروا الصفار الثاني إذا حسيتوا إنكم محتاجين. هون حنحتاج نخلي البياض، ممكن نستغله في أي وصفة أخرى. هحط الصفار بهذا الشكل. وبعد إذنك كريم حبيبتي حتعطيني الفانيليا تاني، نحط نقطة فانيليا هون. أيوة هنفتحها، يعني حوالي ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. وريم إيش رأيك تعطينا فرشاة من عندك في الدرج؟ إيش لون عندك بتحبي؟ تحمل الأحمر. تمام، نخلط هالمكونات هاي مع بعضها ونبتدي نجهز العجينة. شو أخبارها؟ ابتدت تنعجن معانا، خليها تأخذ راحتها تماما لغاية ما تتشكل عنا العجينة على بعضها. ممكن نفتح الدرج، ناخذ سباتولا ونحرك العجينة، بس هي مش محتاجة، خلوها بس تأخذ راحتها في العجن. وزي ما قلنا إذا في عندكم وقت يا ريت تسيبوها ترتاح بالثلاجة، ممكن نسيبها مثلا ليلة كاملة بيبقى رائع جدا. إذا ما في مجال ما فيش مشكلة نشتغل فيها على طول. يبقى احنا بانتظار العجينة تنعجن كويس. العجينة هيك تجمعت معي بشكل لطيف. طبعا احنا زي ما قلنا ممكن نشيلها نحطها في طبق، انا هاخد كمية فقط بسيطة من العجينة نخليها جنبنا ونبتدي نشكل الحلو انا وريم. طبعا الصبايا بيساعدوا ماما في المطبخ ولكن بالتعاون مع ماما وحسب ما ماما تقول طبعا، صح؟ ونسأل ماما قبل ما نفوت المطبخ، ما بنفع نروح نفوت المطبخ لحالنا ونقرر لحالنا. هلأ أعزائي المشاهدين تشكيل الحلو بسيط جدا، حنعمله على شكل معين، وهذا هي الفكرة إنه بيبقى على شكل العين. فريم من فضلك عطينا الفستق الحلبي خليه جنبنا. شكرا يا روح قلبي. هخلي الفستق الحلبي جنبي وأخذ كرة صغيرة أعملها على شكل كرة وأفردها بإيدي شوي وأبتدي أعملها هيك من الأطراف كأنها صارت زي العين. شفتي كيف الفكرة تاعتنا؟ كأنها زي العين. وأخذ حبة من الفستق الحلبي أحطها في الوسط بهالطريقة. تعرفي تعمل وحدة هيك؟ يلا نشوف. أعزائي المشاهدين بعد ما أنا أشكل الحلو على شكل عيون المها زي ما أنتم شايفين، طبعا بدخلها الفرن على درجة حرارة 170، ما بتغيرش لونها، يدوبك أشقر خفيف. أيوة أعمل واحدة أنا معاكي. وبس تطلع من الفرن وهي دافية على طول بسقطها في الشيرة أو بصب عليها الشيرة على حسب الخطوة اللي بتحسوها سهلة عليكم. يبقى حاملها على شكل كرة، أضغط عليها بخفة هيك بسيطة وأبتدي من هذا الطرف أدببها أو هيك أعملها شوي، وأخذ من الطرف الثاني بتصير عندي عاملة كشكل العين بهالطريقة. حبة من الفستق الحلبي وأضغطها في الداخل ونحطها بالطريقة. مزبوط انت عملتي مزبوط، صح صح صح، بس احنا هنرجع نضغط عليها شوي هيك وشوي هيك. اوكي احط عليها حبة فستق. يبقى احنا جهزنا هلأ الحلو. اضغطيها شوي حبيبتي لجوة قبل ما ادخلها الفرن بس. ايوة حبيبتي اسلم ايدك. حعمل تغطية خفيفة جدا من صفار البيض، بعطيني تلميعة لطيفة جدا بهالطريقة. وزي ما قلنا ندخلها الفرن، يعني حتاخذ بالفرن من 10 ل 12 دقيقة. وخلينا نشوف بس تطلع من الفرن زي ما قلنا حنسقيها بالشيرة ونشوف طريقة تقديم عيون المها. أعزائي المشاهدين اللمسة الأخيرة لعيون المها، قطرات بسيطة من الشيرة أو القطر. ويفضل دائما أنه نحط القطر وهي دافية عشان تمص بكمية وفيرة.
يعني ممكن اذا حبيتوا تشيلوهم من الصينيه تسقطوهم في القطر، او مباشره وهم في صينيه الفرن بتوزعوا عليهم القطر، او في صينيه التقديم. يعني كل هذه الافكار على حسب ما بيتوفر عندكم من وقت وطريقه استعمال وتقديم هالحلو، وان شاء الله يكون عجبكم. خلطنا مكونات العجينة كلها مع بعضها في وعاء الخلاط، عجناها لغاية ما حصلنا على عجينة ناعمة، شكلناها إلى كرات بعد هيك على شكل العين، حطينا حبة من الفستق الحلبي، مسحناها بخليط التلميع، خبزناها وبعد هيك وزعنا عليها الشيرة.